عزيزي المتابع، السلام عليكم. أكدت العديد من جماهير نادي الهلال السعودي أن فريقها لم يواجه بطل أفريقيا الحقيقي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية. وحسب ما تنقلته جماهير الزعيم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ففريق الوداد الرياضي هو الذي كان الأجدر بالتواجد في هذه البطولة لولا سرقة اللقب من قبل الترجي بالطريقة التي يعرفها الجميع. وأوضح أحد المناصرين السعوديين الوداد البطل المظلوم الترجي يعتقدون أنهم في بطولة أفريقيا الكل يعرف كيف فازوا باللقب الأفريقي عندما عطلوا الفار. وأضاف آخر متعودون يسرقون المباراة المفترض اليوم الوداد هو من يلعب مكانهم لولا الفجر التحكيمي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا ستبقى عار على القارة. فيما أضاف مناصر آخر للهلال، أصلا الترجي سرق بطولة أفريقيا ولم يفز بها عن استحقاق، لو كان الاتحاد الأفريقي نزيها كان أنصف الوداد المغربي والذي تعرض لمؤامرة وظلم فاضح وفادح في نهائي إفريقيا. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.